نقول لها على السلامة يا عمر. عاملة ايه يا حبيبي؟ بصي في عينيا يا عمر اتفضلي. تلفزيون تلا اه تلفزيون اي. قولي لي بقى ايه مشروعك دوت وبدأتيه ازاي؟ هو المشروع ده مشروع اهلي من زمان يا مولوده فيه يعني، واخواتي كلهم برده كانوا بيشتغلوا نفس الموضوع زي اللي بتتجوز فينا بقى خلاص بتروح بيتها يعني. انا اتجوزت ومحصلش نصيب اتطلقت ومعايا بنت وولد ان شاء الله، وبشتغل بقى عشان خاطر معايا عروسه بقى عايزه تتجهز بقى في ثانيه ثانوي، ف يعني مش هينفع بقى ادخل حد غريب على بنتي، فاكيد الشغل احسن يعني ان انا اشتغل واجهز بنتي واقدر اعين نفسي واعين عيالي يعني. طب انت اللي اخترتي الشغلانه دي عشان؟ لا انا ما اخترتهاش بصراحه، هي دي شغله مهنه الي، فاكيد ما انت اتولدتي فيها فخلاص يعني ده حاجه رب زي اللي ربنا كاتبها لك بقى ان انا اتولدتي في المهنه دي انا واخواتي بنات وصبيان برضو كده يعني كده يعني. حتى البنات؟ اه ليا اخواتي بنتين غيري سمر وامل ربنا يخلي لهم عيالهم في بيتهم، طبعا كانوا برضو شغالين نفس الشغله معايا وربنا كرمهم اتجوزوا وربنا يصلح حالهم في بيتهم يا رب. انا بقى طبعا عشان خاطر ما حصلش نصيب مع جوزي فانفصلت، فمعايا بقى بنتي وابني، فالحمد لله ما ينفعش ادخل حد غريب على بنتي برضو، لازم اشتغل بقى عشان اكونها واجهزها وتكمل تعليمها يعني افرح بيها بقى. انا خلاص بقى راحت عليا. طب انت بادئه بقالك كام سنه شغاله؟ انا بقالي من وانا عندي 9 سنين، انا عندي 36 سنه دلوقتي من وانا عندي 9 سنين اه وانا بشتغل الشغل ده. طيب جات لك منين فكره ان انت تجيبي عربيه نص ربع نقل زي كده وان انت تشتغلي عليها؟ هي انا اتعلمت السواقه طبعا من وانا عندي 12 سنه. انت اللي بتسوقيها؟ اه فطبعا انا بروح في مناطق بعيده زي الدويقه وزي العرب والعباسيه، بروح في مناطق بعيده يعني، فمش هينفع مش هقدر ازق العربيه المكان ده كله. يعني انا جبت عربيه وحطيت العربيه الصغيره عليها وبقى وعلمت اخواتي برضو السواقه صبيان وبنات والحمد لله. طب مين بيساعدك وبيطلع معاكي؟ مفيش حد، ربنا، انا بسوق وببيع ما بشغلش حد معايا يعني. طيب في مشاكل واجهتيها وانت؟ هو اكيد اه لا يعني هو نادرا لما بلاقي واحده ست هي بتبيع ايس كريم في الشارع. هو بصراحه مفيش حد غيرنا بيبيع يعني في المهنه دي بالذات، حريم غير يعني في منطقتنا بس انا اتولدت في الشغله دي فما فيش حد بيشتغلها حريم غيري يعني، معظم اللي تشوفهم كلهم رجاله، كانوا اخواتي برضو معايا وبعد كده بقى هم بقوا في بيتهم وانا اللي بقيت اشتغل لوحدي. طب والمشاكل بقى قبل؟ والله بصي هو الحمد لله طول ما انت يعني قادره تحافظي على نفسك هتقدري تواجهي كل حاجه يعني، وطول ما انت في الشارع راجل مش هيهمك من اي حد غير ربنا، مش هتعتمدي حد غير ربنا، وانا بعد ربنا ما بعتمدش حد الحمد لله، باخد حقي ولو هتوصل للاسم عادي انا ما عنديش مشكله، بدل انا على حق خلاص، بدل بتكلم مع اللي قدامي باحترام وبادب هو مجبر يكلمني بادب وباحترام. لو ما فيش مثلا حد من الحكومه بيضايقك بيقول لا والله بالعكس بيعدي مثلا ممكن اعدي على ضابط يقول لي ربنا يسترها عليكي لو محتاجه حاجه، بعدي على امين نفس الموضوع الحمد لله يعني طول ما الواحد اسلوبه كويس مع الناس وفي ربنا برضو. اصل انا انا بطلع طالعه باكل عيش يعني مش طالعه بعمل حاجه وحشه ولا انا لا انا بجري على الاكل عيش وبجيب الجنيه الحلال يعني فاهماني، فاكيد الف مين الحمد لله ربنا يعني بيبعت لك الناس اللي تقف معاكي وبيبعت لك الناس اللي تبقى كويسه معاكي في المعامله عشان انت كويسه، فلكن الانسان الوحش اكيد بتبقى الناس كلها وحشه معايا، لكن الكويس فربنا بيسرك الانسان الكويس برضه. طب قولي بقى بتعملي ايه من البدايه خالص وانت بتجهزي العربيه بتاعتك؟ والله انا بنزل الصبح من بيتي اول حاجه باجي اسمي الله كده واقول يا رب توكلت عليك، دور عربيتي اروح اجيب بسكويت اجيب تلج اجيب الحاجه اللي ناقصاني، بفتح المحل اطلع البيت الشغل احطها في العربيه احط كل ده انت بتعملي بنفسك؟ مش هقول لك يعني هدت حيل غير ما انت بتطلعي بقى تمشي الكلام يعني. لوحده اصلا كتخيل انت فعلا يعني ربنا يكون في عونك يعني عارفه بقى تروحي مثلا ادور العربيه اروح اجيب ملحها بجيب شكاير ملح بجيب تلج بروح اجيب بسكويت برضو بلف بالعربيه مثلا من الصبح بنزل ده قبل الشغل قبل الشغل قبل كل الكلام ده طبعا بحضر كل حاجتي وبرده بشوف والدي برده عايز ايه قبل اي حاجه نزل هجيب له فطار هعمل له شاي هشوف برده هو عايز ايه محتاجه بعد كده ببتدي بقى ان انا اجهز حاجتي بقى انا اغسل العربيه ارص بسكويتي احط التسجيل اجهز حاجتي اروح على بيت الشطف اغير هدومي كده يعني بعد كده بقى بتوكل على الله.
بتعمل الايس كريم نفسه بقى ايه انت بتعمليه؟ اه انا بجهز الشغل، اه بعصر المانجا، بعمل الكاكاو. مانجا مانجا؟ اه عشان في ناس بتحط لا لون وطعم. لا 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 لا, لا. انا بجيب المانجا، بجيب زي يعني ان شاء الله اجيب 200 كيلو مانجا، ده شغلي الحمد لله. اصل انت لما بتاخدي مني حاجه عجبتك تاني يوم هتستنيني، لكن هتاخدي مني حاجه مش هتعجبك تاني يوم مش هتستنيني، فالحمد لله يعني رب. وبعدين لا لازم كمان نخاف على الناس اللي احنا طبعا طبعا انت يعني انت عندك انت والله العظيم انا قبل اول ما بيطلع الشغل وانا بعصر المانجا وانا بحط السكر وانا بدوي شغل بدوق، عايز سكر عايز ملح، اه بدوق الشغل عايز سكر لا سكره كده حلو، يطلع الشغل بالمكنه ادوقه برده، فهماني كده؟ لا اكيد اصل انت بتاكلي من حاجه قبل ما بتاكليها لحد. دي هو الفكره كده، في ناس فعلا ما عندهاش ضمير. لا دي انت حاجه انت بتعاملي ربنا، اي بالكلام انت بتعاملي ربنا. ايه وانت جهزي حاجتك بقى يعني. هدت الحيل كلها في تجهيز الحاجه الصبح، لكن موضوع بقى ماشي بالعربيه دي ما ب... يعني بتعب بس مش زي بهدله الصبح. طب انت ما فيش حد يساعدك تبقى معاك في الجنب؟ انا باجي متاخره، ممكن اجي الساعه 3 وممكن اجي الساعه 2، ممكن اجي والفجر بيدن فاهمني. يعني في رمضان كنت بمشي والمغرب بتدن، باكل بقى في الشارع عندي في اي حد عادي، ما اكلتش برده مش مشكله، كنت برجع بقى الساعه 5 ارجع الساعه 6 الصبح كده. لكن في الايام دي ممكن اجي الساعه 2 ممكن اجي الساعه 3. طب ليه ما فيش حد بيبقى معاكي؟ انت ليه شايله الموضوع لوحدك؟ عشان هي زي ما انت شايفه الجو تعبان، فمش زي الاول. بس بقول ايه بردك، لازم اشتغل عشان خاطر عيالي يعني. مش مثلا الجو تعبان فانا هقعد، لا بقول برده لازم، لا هشتغل. ربنا هو اللي بيرزق قبل كل شيء طبعا، طبعا. فهو اللي يعني كاتب لك رزقك بقى كتير قليل، هو ربنا اللي ميسره لك. فبقول يا ربي ما يحوجني لحد ابدا، ولا ان انا افكر امد ايدي لحد، ويعني على عيالي طبعا. ده كفايه، ده عمل بطولي بجد. بس يعني انا بصي انا الحمد لله لا لا اخ بيديني ولا اب بيديني ولا حد بيديني حاجه، انا بعين نفسي بنفسي بعيالي. ولو حد وخطي محتاج حاجه، ولو مثلا ابويا محتاج حاجه برده ما اقدرش ان انا عمري ما اتاخر عنه، ده ابويا برده فاهماني، واخواتي برده دول عيالي، ان انا والدتي متوفيه وانا اللي مربيه اخواتي، يعني اخواتي اللي اتجوزوا انا اللي مربيهم وانا اللي مجوزاهم، فانا هم بيقولوا لي يما. فبقول يا ربي لما بطلع بقول يا ربي انت بترزقني برزقهم كلهم، عيالي واخواتي وعيالهم يعني الحمد لله. طيب انت في اماكن ثابته بتروحيها كل يوم ولا بتغيري؟ لا انا بطلع من هنا على احمد سعيد، من احمد سعيد بطلع على الدويقه، ومن الدويقه بنزل العرب، عرب المقاولين. الاماكن كل يوم زبايني بتلاقي بقى الناس مستنيه؟ اه طبعا اكيد، اول ما بيسمعوا صوت التسجيل ومشاهدات وبيجروا عليكي بقى. اه والله يعني مش هقول لك، انا عارفه لما بتعب من الناس وكلامهم بقى يا مشاهد. انا واقف في الاول لا يا خالته مشاهد او موافقه، اقول لهم على فكره انا مش هبيع لحد، لو مش هتسكت انا خلاص هقفل الشغل، مش هبيع مش هبيع، ما انا ما انت بقى مش انت من هنا بتكلميني ومن هنا بتكلميني، وعايزني مش هخلي راجل واقف ومشي عيل، لا ما ينفعش. انت فاهمه قصدي ازاي؟ ولو واحده واقفه في بلكونتها وندهت لي انزل وديها في السبت عادي، ده شغلي واكلي عيشي مش عيب، بنزل وبحط لها اللي هي عايزاه في السبت. والعمار بتاعت احمد سعيد كلهم زبايني، اول ما بيسمعوا صوت التسجيل ينزلوا السبته بقى، انزل بقى واكلم الناس واديهم. يعني ليه ما فكرتيش تفتحي محل؟ والله عشان انا في ربنا خير ان ربنا يديني وافتح محل وبقى قاعده فيه برده من لف الشارع، يعني انا برده بتعرض برده للبص وده، بس اعمل ايه؟ ده اكل عيشي ولازم استحمل يعني عشان خاطر عيالي. هتقدري ان انت بقى يعني شغاله بقالك كذا سنه؟ اه من وانا عندي 9 سنين. هتلاقي في تغيير طبعا، انت هتبقي بقى واقفه في محل وماسكه محل اكيد طبعا، قادره بقى ان انت تتقبلي وتاخدي تجربه زي كده؟ اه طبعا ان شاء الله ربنا ييسر لي، ولو في نصيب ربنا هيسر لي المحل وهفتحه اكيد يعني ان شاء الله خير. انا عشان انا في ربنا خير، ان انا بقول يا ربي يرزقني برزق عيالي وكل اللي حواليا وما يحوجني لحد.